الجوائي عصام يوسف. مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم اليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم 13 من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقد. في المرحلة الأولى كل نقطة ب2000 جنيه، وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 7,250,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. دور ال 32 من الموسم ال 13 عباقرة المدارس، وأول مدرسة مشرفانا في الاستوديو بتشارك لتاني مرة من محافظة شمال سيناء. نرحب كلنا بمدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات. مدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات هي أكبر منشأة تعليمية بمحافظة شمال سيناء، تأسست عام 1977 بمدينة العريش. حصدت المدرسة المركز الأول في العديد من البطولات، ونالت عدة جوائز على صعيد الأنشطة الطلابية في شتى المجالات على مستوى المحافظة. تخرج من المدرسة عدد من القيادات النسائية التي تقلدت مراكز مهمة على صعيد الأحزاب السياسية وغيرها من المجالات. هيمثل مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم هاجر كمال. دي تاني مشاركة لينا في برنامج العباقرة. أهلي طبعاً اتضايقوا المرة اللي فاتت وزعلوا جداً إن إحنا كملناش للدور ال 16، وإن شاء الله نقدر نفرحهم ونوصل للمباراة النهائية. سلسبيل مجاهد. مشاركتنا في السيزون ال 12 ما كانتش موفقة إلى حد كبير، ولكن إحنا تعلمنا من عدم الخبرة اللي كنا فيها، وبإذن الله نأدي أداء مشرف يليق بينا وبمدرستنا في الموسم ده. هاجر محمد. بإذن الله أنا النهاردة هلعب فترة تحت الضغط، وحاولت أتدرب عليها كتير علشان أقدر أجيب أكبر قدر من الأسئلة ونتأهل للدور ال 16 بإذن الله. حنين أحمد. برنامج العباقرة هادف جدا لكل الفئات وكل الأعمار، وأنا سعيدة جدا بمشاركتي فيه وانضمامي لأسرة العباقرة. الشهيد اللواء أحمد عسكر، الحمد لله على السلامة. المشاركة الثانية ليكو، نفس الفريق. أيوه. من الموسم ال 12 للموسم ال 13. هاجر، ايه اللي حصل الموسم اللي فات؟ والله هي بس رهبة الاستوديو هي اللي وطرتنا، رغم اننا كان عندنا معظم الاجابات وكانت موجودة وحاضرة، بس هي رهبة الاستوديو اول مرة وكده، فما كناش واخدين على الجو شوية. يعني المرة دي هيبقى الاداء افضل؟ باذن الله ان شاء الله. طيب جميل جدا. سلسبيل ازيك؟ الحمد لله تمام. قوليلي، مبسوطة انك رجعتي؟ طبعا. وحشك الاستوديو؟ جدا. قوليلي، استفدت ايه من برنامج العباقرة؟ برنامج العباقرة اول ما اشتركت فيه طبعا بالنسبة لنا كلنا حلم، وفكرة ان البرنامج اصلا ساعدنا كتير جدا في دراستنا، سواء كانت معلومات عامة، وكمان كلنا معتقد الناس ان احنا ما بنعرفش حاجات في الرياضة، ففي مشاورات ما بيننا وما بين اهالينا في الرياضة وكده، وعملنا اللي علينا، وباذن الله نرجع اقوى في الموسم ده ونأدي أداء مشرف. جميل جد. ازيك يا هاجر؟ الحمد لله. كالعادة هاجر بتتسم بالهدوء ما تغيرتيش، هي هاجر الموسم ال 12. طبعا بتبقى مشكلة لما حد بيخرج من دور ال 32، بتبقى صدمة. صح. ولكن مفروض ان انتوا اكتسبتوا خبرة فراجعين مستعدين شوية. ان شاء الله. يعني المرة دي يا حنين هيبقى فيها أداء أفضل؟ ان شاء الله باذن الله. على مسؤوليتك ان شاء الله. طيب طبعا شمال سيناء انتوا المدرسه الوحيده في الموسم ده من شمال سيناء،
وده مهم جدا ان ادائكم يبقى كويس بغض النظر عن النتيجة. يعني انا دايما بقول المكسب حلو، ولكن انا في رأيي الاداء اهم. ما نضيعش منا اسئلة سهلة بإذن الله. صح ولا غلط؟ صح. انا في رأيي دي اهم نصيحة بقولها، ما تضيعوش منكو اسئلة سهلة، واسمعوا المعلومة هتساعدكو لو الإجابة مش عندكم. تمام. اتفقنا؟ تمام اتفقنا. نحيي كلنا مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر شمال سينا. أما المدرسة التانية واللي هتنافس وبقوة للوصول لدور الستاشر بيشاركوا لأول مرة من شبين الكوم محافظة المنوفية، رحب كلنا بمدرسة الشهيد سامي علي إبراهيم نصر الدين الثانوية. مدرسة الشهيد سامي علي الثانوية الفنية بنات افتتحت عام 1960 من أوائل المدارس الفنية التي أنشئت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. تعد واحدة من أكبر المدارس من حيث المساحة وعدد التخصصات، تضم أكثر من 2800 طالبة في المراحل التعليمية الثلاث. تتبنى المدرسة فكرة التعليم المطور، التعليم المزدوج، التعليم المهني، تغيير المسار، وتعليم الجدارات. هيمثل مدرسة الشهيد سامي علي في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم نورهان عبد الحميد. أنا فريق معتمد عليه في التاريخ، وأنا جمعت فيه معلومات كتير، وإن شاء الله أفيد مدرستي ونتأهل للدور الستاشر. وندى أمين. يعني انبسطت لما عرفوا أنا شاركت برنامج العباقرة، وده كان حلم عندهم من زمان، والنهاردة أنا حققت حلمهم، وإن شاء الله أقدر أشرفهم وأشرف مدرستي. ونور أيمن. نازلة النهاردة فقرة تحت الضغط، بس مسؤولية كبيرة عليا، وإن شاء الله أقدر أجاوب على أكبر قدر من الأسئلة في أقل وقت ممكن. وكريستينا عماد. مبسوطة أنا موجودة هنا في برنامج العباقرة أول مرة، وفرحانة إن كل سؤال هجاوبه هيتحول لفلوس هيساعد في تطوير المدارس الحكومية بواسطة البنك الأهلي المصري. مدرسة الشهيد سامي علي إبراهيم، الحمد لله على السلامة. أول مشاركة إن شاء الله. أنتوا الاتنين جايبين نفس السكور في التصفيات بالظبط. وبعدين هنا مدرسة الشهيد أحمد عسكر كلهم عايزين طب، وانتوا كلكوا عايزين هندسة وتكنولوجي، يعني مباراة متقسمة النهاردة. نورهان. نعم. إحساسك إيه؟ حلو. حلو قوي. حلو دي قولي. مبسوط. يعني أجواء الاستوديو بتشاركي؟ والله هي كانت أجواء الاستوديو مخوفانة في الأول، بس الحمد لله تخطينا المرحلة دي، وإن شاء الله نعمل ماتش كويس ونتأهل للدور 16. عايز تبقي بروجرامر؟ عشان هي لغة العصر، وكمان يعني التكنولوجيا كمان الفترة دي السيطرة على العالم. أيوة بالظبط. وطبعا أغنى رجال العالم دلوقتي كلهم في مجال التكنولوجيا، بيفكروا في الفلوس وفاهمين. الفريق ده فريق مادي جدا، وما شفتش منهم أي حاجة ولا حاولوا يرشوني مثلا، حاجه غريبه والله. بعدين ايه حكايه مس حياه يا ندى؟ صراحه هي تعبت معانا كتير قوي، لو لا ما كناش وصلنا للمكان ده. طيب خليني اسال كريستينا عماد، ليه اخترتيها كمثل اعلى وقدوه؟ هي لها الفضل في قعدتي هنا، ساعدتنا كتير، دايما بتعلم منها حاجات كتير، بتعملني زي بنتها واكتر، يعني بجد لها فضل كبير قوي قوي عليا يعني. طب نتكلم مع مس حياه بقى نفهم ايه الحكايه. مس حياه، مساء الخير. مساء الخير. ايه حكايه الحاله بتاعت مس حياه مثل اعلى وقدوه للبنات؟ ايه الموضوع من وجهه نظرك؟ هي بصراحه حاله حب كده بيني وبين البنات بصراحه، يعني مش طلبه عندي، لا هم بناتي بجد. طب بتعرفي تفرقي ما بين انك تدلعيهم وانك تبقي صارمه معاهم؟ قوي قوي. ازاي؟ احكي لي عشان دي نقطه مهمه قوي. يعني وقت الشغل والجد جد، وبعد ما بنخلص بنعيش مع بعض أجواء إن أنا أم، وممكن أخت كبيرة، وممكن صديقة. يعني لو قلت لحضرتك يعني متعلقين بيا زي ماما كده بالظبط في البيت. يعني بعد الحب ده كله راضي عنهم؟ كل الرضا
بصراحة يعني فكرة العباقرة جات لي من السنة اللي فاتت من ندى أمين. كانت أول سنة تدخل ثانوي ودخلت أديها مادة التخصص اللي هم عايزين يتخصصوا فيها، ولقيتهم بعدها على طول بعد الحصة طلعوا لي في قدام الفصل وقالوا لي يا ميس عايزين ندخل العباقرة وحضرتك تساعدينا. بدون أي تفكير قلت أيوة بس، وكان بقى وابتدى المشوار زي ما بيقول. المعلم هو أهم شخص طبعا في المنظومة التعليمية، ده حقيقة، وحضرتك خير مثال لذلك. شكرا جزيلا، نحيي كلنا ميس حياة. شهيد سامي علي إبراهيم، ماتش النهاردة مش هيبقى سهل. ليه؟ علشان انتوا الاثنين جايبين نفس السكور، ولكن مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر عندهم خبرة مباراة. انتوا توترنا. أنا بوتركوا كده؟ أطمنكوا؟ ودعوا البطولة من دور ال 32 الموسم اللي فات. لا بصوا بقى، اللي هيقدر يحافظ على هدوء وهيفكر في المعلومة اللي أنا بقولها ويفكر جوه السؤال مش في السؤال، حوالين السؤال، يعني شغل دماغه، هيجاوب على أسئلة الإجابات بتاعتها مش موجودة عندكم. خلينا نشوف وسط الحلقة إيه اللي هيحصل. نحيي كلنا مدرسة الشهيد سامي علي إبراهيم. العباقرة في الموسم الـ13 ست فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة بنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة، والسؤال هو: طبقا للهجائية الإنجليزية، نرويج هو اسم إحدى الدول الإسكندنافية، فما هي؟ هاجر، نرويج. مخدودة ليه طيب؟ ده سؤال السرعة. عادي عادي بالظبط كده يعني. طبعا النرويج إجابة صحيحة. مساحة النرويج 385 ألف كيلومتر مربع، تلتين مساحتها جبال، وفيها أكتر من 50,000 جزيرة. حاجة عظيمة جدا، بلد جميلة. طيب هاجر، تحبي مين يبتدي الأول؟ هما يتفضلوا. تمام، شهيد سامي علي هتبتدي الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم، العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. شهيد علي إبراهيم، الجوكر إمتى؟ بالعلوم إن شاء الله. تمام، جغرافيا، والسؤال هو: يقع كهف أبو كوما بإحدى الدول الأسيوية، فما هي؟ تم اكتشافه سنة 1969، بيمتد لنحو 2000 متر. الكهف ده تشكل على مدى 80 مليون سنة. كهف جيري مضيء. ندى أمين، إجابتك؟ إندونيسيا. إندونيسيا طبعاً إجابة خاطئة. أخذ إجابة حالاً. الهند؟ طبعاً الهند مليانة كهوف، ولكن الهند إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: اليابان، تايلاند، الصين، باكستان. مين كان عايز ياخد الريسك؟ أنا. طب عايز أسمع إجاباتكم بقى. تايلاند. أنا كنت أقول اليابان. كويس، وندى؟ اليابان برضه. اليابان. أنا كنت أقول تايلاند. تايلاند. يابان. أنا كنت تايلاند أنا. طب يعني ثلاثة يابان واحدة تايلاند. الإجابة الصحيحة اليابان. واحدة قلنا اليابان. تتسقفوا على إيه؟ تتسقفوا لو كانوا خدوا الريسك وخدوا العشر نقط، ولكن اليابان كده هم مرتاحين؟ لا. آسف. هناخد الجوكر إمتى؟ حسب المباراة. ما إحنا في الماتش أهو. يا أدب يا علوم. يا أدب يا علوم، تمام. جغرافيا،
وسؤاله. يقع جبل بوي بلان بإحدى السلاسل الجبلية، فما هي؟ ارتفاع الجبل 3000 متر، مغطى بالثلج لمدة 9 شهور في السنة، منظر بديع من أشجار الأرض. يلا يلا. والصنوبر. القلب. القلب في أوروبا، وأنا بقول 3000، القلب 4800 متر. هاجر، إجابة خاطئة. في إجابة؟ القوقاز. القوقاز 5600 متر يا نور. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. الهيمالايا، الروكي، الأورال، الطس. قلقان جداً. وهنا. وانت كمان قلقانه صح؟ أوه. كلنا قلقانين الحمد لله. أطلس. ندى مش موافقه. ولا انا. ليه خدتي الريسك يا نور في بدايه المباراه؟ حاسه يعني ان حسيتي؟ اه احنا هنمشي بالاحساس؟ لا هو نعرف يعني ناقص 5 او زائد 10. اجابه صحيحه. شجر الارض مشهور في لبنان ودول الشام، وفي منه كتير في المغرب والجزائر. خطفت 10 نقط من الشهيد احمد عسكر. عندكم سؤال في التاريخ، ايه رايكم تاخدوا الجوكر؟ تاريخ. والسؤال هو، ما هي الفرقه العسكريه التي قتلت السلطان عثمان الثاني عام 1622؟ السلطان كان بيخطط لإنشاء جيش جديد، أكتر ولاء له من الفرقة دي. الفرقة دي كانوا مرتزقة ومركز قوة. الفرقة اكتشفت الخطة وعملوا انقلاب على السلطان وسجنوه وقتلوه. فرصة ترجعوا ال10 نقط. مفيش إجابة. مفيش إجابة. 4 اختيارات زائد 10 أو ناقص 5. الفرس الخالدين، الشريط الأسود، الإنكشارية، الأرناؤوط. الإنكشارية؟ أنا قرأها والله صدقوني. قرأها؟ آه. فين؟ أنا قرأها والله. لأ يعني بصوا، الرزق حلو يعني، أنا بحب الرزق، بس مش على طول الرزق بيمشي. ما انت بتقولش غلط. الانكشارية طبعا إجابة صحيحة. أهم فرقة وجيش في تاريخ الدولة العثمانية. 10 نقط، النتيجة 20. الشهيد سامي علي إبراهيم، الشهيد اللي هو أحمد عسكر، لسه ما فيش نقط. عندنا دلوقتي سؤال في التاريخ وعايزين أول 10 نقط. تاريخ وسؤالهم، ساهمت هاريت توبمان في تحرير العبيد بإحدى الدول، فما هي؟ هاريت توبمان نجحت في الهروب من العبودية واشتغلت في مزارع الجنوب، كان عندها 27 سنة، هربت ورجعت تساعد أهلها ومعارفها وأنقذت حوالي 60 شخص. إجابتك ليبيريا. ليبيريا 10 نقط. إجابة خاطئة. ما عندكوش حاجة تخسروها المرة دي. مين اللي هيجاوب؟ بريطانيا. إجابة خاطئة. قادت غارات عسكرية مسلحة وحررت أكتر من 700 عبد. اتخطف البازر، ولكن أنا قلقان. الدنمارك، المكسيك، روسيا،
أمريكا. أمريكا. بتحبوا تاخدوا ريسك انتوا؟ كانت إجابتنا الأولى والله. كانت إجابتنا الأولى. بس هما قالوا لي لأ. دلوقتي قالوا لك آه. ويا نور إجابة صحيحة. احتمال بيتحط صورتها على العشرين دولار. اتوفت سنة 1913 وكان عندها 93 سنة. وبكده النتيجة 30 الشهيد سامي علي المنوفية، مفيش نقط الشهيد اللواء أحمد عسكر شمال سينا. إيه اللي حصل؟ ده أنتوا معاكوا شوية خبرة صح؟ دلوقتي عندنا سؤالين في الأدب، وأول سؤال للشهيد سامي علي أدب، والسؤال هو: الستار الأسود هي مجموعة قصصية لكاتب مصري راحل، فمن هو؟ اتنشرت 1993 ضمن سلسلة ملف المستقبل، قصص رعب وخيال علمي وجن وأشباح. ندى إجابتك؟ أحمد فؤاد نجم. غلط. الله، عجبتني قوي 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 الإجابة دي. دي إجابة إيه؟ مضحكة. لا مش مضحكة، إجابة عجيبة. يعني ما صدقتش نفسي. فرصة 10 نقط. هاجر. يوسف السباعي. الراحل يوسف السباعي ما بيكتبش رعب. هاجر، إجابة خاطئة. 4 اختيارات زائد 10 أو ناقص 5. نبيل فاروق، عبد الرحمن الشرقاوي، جمال الغيطاني، أحمد خالد توفيق. وأنا بقى قلقان بصراحة. أحمد خالد توفيق. هاجر، ناقص 5، إجابة خاطئة. سلسلة ملف المستقبل، نبيل فاروق. هارد لك. الشهيد اللواء أحمد عسكر، عندكم دلوقتي سؤال في الأدب. هتاخدوا الجوكر؟ لا. يبقى في العلوم. أدب، والسؤال هو: من هو الأديب الفرنسي مؤلف رواية سقوط الباستيل؟ ستورمينج ذا باستيل، أو اسم تاني تيكينج ذا باستيل. اتنشرت 1850، بتحكي عن الثورة الفرنسية وسقوط سجن الباستيل والحكم الملكي في تاريخ فرنسا. جول فيرن. جول فيرن 1850، إجابة خاطئة. ممكن أقول فيكتور هوجو. نور أيمن، للأسف الشديد إجابة خاطئة. 4 اختيارات زائد 10 أو ناقص 5. مولير، ألكسندر دوما، ألبير كامو، إيميل زولا. ألكسندر دوما. ألكسندر دوما هي الإجابة الصحيحة. دي اللي أنا قلتها الأول، دي كانت إجابتي من الأول. طيب غيرت إجابتك ليه؟ معرفش. أرضك. آخر سؤالين في الفقرة الأولى في العلوم، وأول سؤال: علوم، والسؤال هو: ما هي جنسية العالم العربي الراحل حسن كامل الصباح الملقب بأديسون الشرق؟ عالم في الرياضيات والهندسة الكهربائية، من أهم اختراعاته جهاز يستخدم في التصوير الكهروضوئي. ممكن أقول الكويت. إجابة خاطئة. في إجابة؟ العراق. العراق إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10. سوري، لبناني، أردني، سعودي. هو فعلا من دولة شامية. هاجر،
يا نهار أبيض. سوري. بيقال إن تم اغتياله في حادث مرور سنة 1935، كان عنده 40 سنة. وسوريا هاجر. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة لبناني. هارد لك يا هاجر. ناقص 15 لفريق اللواء أحمد عسكر. آخر سؤال في الفقرة. العشرين نقطة دول يطلعوكوا من الفقرة الأولى بخمس نقط. دوس على البزر. علوم والسؤال هو: ما هي الصيغة الكيميائية لمركب سيانيد الصوديوم؟ مركب سيانيد الصوديوم. صوديوم ساينايد. مادة سامة جدا تستخدم في صناعة التعتين واستخراج الذهب والمعادن الثمينة. المادة دي سامة. ان ايه؟ سي ان او. سلسبيل. اجابة خاطئة. غريبة جدا جدا. ده سؤال سهل. اخد اجابة. هي بتدبسكوا على طول كده؟ يعني هي تصرفاتها كده على طول بتدبس صح؟ أوه. طيب نورهان اجابتك. ان اي سي او 2 سي او. ان اي سي او. اولا ما بنغيرش اجابتنا، احنا بناخد اجابه اولى، والاثنين اللي انا سمعتهم غلط. مش عارف انت بتقول ايه بصراحه. نورهان طبعا اجابه خاطئه. اربع اختيارات بزائد 20 او ناقص 10. NaCN4 NaCN NaCN2 Na2CN NaCN4. خدت الريسك ليه؟ طبعا الإجابة دي ما تنفعش. تكافؤ الصوديوم أحادي. كريستين عماد إجابة خاطئة. الحاجة الوحيدة اللي هنا تنفع NaCN. حاجة الوحيدة اللي تنفع. يعني عشان كده قلت لكم لو فكرتوا شوية كنتوا تستبعدوا بس 10 نقط بالسالب. نتيجة اتغيرت 20 الشهيد سامي علي المنوفية، سالب 15 الشهيد اللواء أحمد عسكر شمال سينا. الحقيقة السكور ده أوحش سكور في البطولة لحد دلوقتي. محتاجين انتوا الاتنين في الفاصل تهدوا تكلموا مع بعض وتركزوا عشان ترجعوا تاني في المباراة. اتفقنا؟ هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا خمس نقط بفقرة العلم، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 10,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. الموسم ال 13 ومباراة في دور ال 32 والسكور مش حلو خالص. الشهيد سامي علي المنوفية 20، الشهيد اللواء أحمد عسكر شمال سينا ناقص 15. وحصل عندنا تغييرين في الشهيد اللواء أحمد عسكر. مريم عدنان نزلت مكان هاجر محمد، وشهد عاطف نزلت مكان حنين أحمد. ازيك يا شاهد؟ الحمد لله. ايه اللي بيحصل؟ يعني توتر. لا لا، توتر ده ممكن اقوله على مدرسة الشهيد سامي علي، ولكن انتوا اكتسبتوا خبرة من الاشتراك الموسم اللي فات، صح ولا غلط؟ صح. ايه رأيك يا مريم؟ ان شاء الله خير. ايه الحل من وجهة نظرك؟ عادي، ثبات انفعالي شوية وان شاء الله خير، لسه المباراة في بدايتها، نشد حيلنا شوية. اتفقنا؟
وعندنا تغييرين في مدرسة الشهيد سامي علي، نجلاء ياسر مكان نورهان عبد الحميد، وماجدة محمد مكان كريستينا عماد. ازيك يا ماجدة؟ لا سلامك. مبسوطة من فريقك؟ هو أنا مبسوطة منه، بس أنا حاسة إنهم يقدروا يعملوا أحسن من كده. أنا موافق، ممكن يعملوا أحسن من كده، ولا إيه رأيك يا نجلاء؟ إن شاء الله نعمل حاجة أحسن من كده. أنا عايز من مدرستين يركزوا نعمل مباراة أحسن من كده. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة أربع أسئلة واحد لواحد. معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. سلسبيل مجاهد ونجلاء ياسر، نجلاء ياسر وسلسبيل مجاهد. وسؤال في المعلومات العامة بعشر نقط. معلومات عامة والسؤال هو: يشير طائر العقاب في اللغة الهيروغليفية إلى أحد الحروف الأبجدية العربية، فما هو؟ اللي فك رموز اللغة شامبليون من خلال حجر رشيد سنة 1799. النون. النون موجة مية في اللغة الهيروغليفية. إجابة خاطئة. الطائر ده موجود على علم مصر. تفضلي. اللام. اللام أسد. هو في اسمي. إجابة خاطئة. الألف أول حرف. سؤال في الرياضة، نور وشهد، شهد ونور. سؤال في الرياضة، رياضة والسؤال هو: من هي أول لاعبة مصرية تتصدر التصنيف العالمي للمصارعة الرومانية عام 2022 في شهر سبتمبر، بعد ما كسبت الميدالية الفضية في بطولة العالم في صربيا في وزن 76 كيلو جرام؟ إنجاز تاريخي من البطلة سمر حمزة. خسارة جدا السؤال ده، ونحيي البطلة المصرية سمر حمزة. وفي انتظار بطولة العالم من سمر حمزة. هارد لك، يعني بطلة ومصرية وانتوا ما تعرفوهاش. تكنولوجيا، مريم وماجدة، ماجدة ومريم. والسؤال هو: إلى ماذا يرمز الحرف N في الاختصار APN والذي يبدأ بأكسس بوينت؟ أكسس بوينت إيه؟ نتورك. نتورك. إجابة خاطئة. نقطة الاتصال بين الكمبيوتر باستخدام شبكة المحمول APN. مش عارفة. لا. مفاجأة. أكسس بوينت نيم. تفضل. لسه ما عندناش نقط ولسه السكور وحش جدا. سؤال هاجر وندى، ندى وهاجر، قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل مسألة الآتية: 220 في 14 على 5 يساوي كام؟ 220 في 14 على 5. ما جبتهاش، بس هقول 3. ليه بتعملي كده؟ عشان حسيت الوقت بيهرب. هاجر طبعا. إجابة خاطئة، كان لسه 9 ثواني. وسؤال سهل، ما فيش إجابة. سؤال سهل جدا ويتحل
فعلا في ثواني. الإجابة الصحيحة 616. النتيجة ما اتغيرتش بعد الفقرة التانية. أوحش سكور في الموسم ده، لازم تركزوا أكتر من كده. ودلوقتي مع الفقرة التالتة، فقرة الفنون. الفنون، الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. طبعاً الأسئلة هتعتمد على السرعة، ليكم أنتوا التمانية. سينما ومسرح، والسؤال هو: فنان مصري قام بدور وسيم في مسلسل اللعبة، فمن هو؟ بطولة هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، نور. إجابتك شيكو. شيكو إجابة صحيحة. مي كساب، ومن إخراج معتز التوني. 30 الشهيد سامي علي المنوفية، ناقص 15 الشهيد اللواء أحمد عسكر شمال سيناء. أغاني موسيقى، والسؤال هو: من هي الفنانة اللبنانية التي غنت تتر مسلسل كراميل؟ ظافر العابدين، وماجي بوغصن. كلمات وألحان صلاح الكردي، توزيع مارك عبد النور. نور أيمن إجابتك نانسي. نانسي عجرم إجابة خاطئة. إليسا. سلسبيل إجابة خاطئة. غناء نوال الزغبي. أيوة بالظبط كده. لوحات ومعالم، والسؤال هو: لوحة مدام بتانوني هي الفنان مصري راحل، فمن هو؟ رسمها 1923. هي موجودة في متحف في شيكاغو بعد ما اشتروها في مزاد في لندن ب 400 ألف جنيه استرليني. أهم رسام في تاريخ مصر مين؟ محمود سعيد. بصراحة أنا يعني زعلان جدا. السؤال اللي جاي سرعة البديعة، سؤال أسهل ما يكون ولكن محتاج تركيز. سرعة البديعة، والسؤال هو: كم عدد الشهور التي تحتوي على 29 يوما في السنة الميلادية الكبيسة؟ 12. الحمد لله على السلامة، إجابة صحيحة. الحمد لله على السلامة يا هاجر. سالب 5 لسه. الشهيد اللواء أحمد عسكر شمال سينا. 30 الشهيد سامي علي المنوفية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرات. وبكده طلاب مصر جمعوا 20 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة بألفين جنيه بما يساوي 40,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 50,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عبقرة المدارس الموسم الـ13، مباراة في دور الـ32، والنتيجة الشهيد سامي علي المنوفية 30، الشهيد اللواء أحمد عسكر شمال سينا سالب 5. طبعا المدرستين في التصفيات سكورهم كان أعلى من كده بكتير، والتصفيات الحقيقة بتبقى أصعب، عشان كده أنا مستغرب من نتيجة النهاردة.
ولكن خلينا نحاول نحسن الأداء والسكور. تعال نشوف التغييرات. الأول الشهيد اللواء أحمد عسكر، هاجر محمد رجعت مكان مريم عدنان، وحنين أحمد رجعت مكان شهد عاطف، وتبديل واحد في الشهيد سامي علي المنوفية، نورهان عبد الحميد رجعت مكان نجلاء ياسر. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. نور وهاجر، هاجر ونور. هاجر هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. تعالي يا نور مكان. الأسئلة مش صعبة ولكن عايزة تركيز. أنا عارف إن الأداء والسكور والطرق، ولكن حاولي تنسي، افصلي وركزي في الأسئلة اللي جاية. إن شاء الله. نطمن على هاجر. تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هي اللغة الرسمية في دولة غينيا بيساو؟ الإنجليزية. غلط. في أي قارة تقع سلسلة جبال البرانس؟ آسيا. غلط. من هو ملحن أغنية أو ده اللي صار؟ باص. إلى أي حضارة قديمة ينتمي الملك نبوخذ نصر الثاني؟ رومانية. غلط. كم عدد حروف كلمة الشجاعة؟ 7. صح. قطعة من أوروبا هي رواية الأديبة المصرية راحلة، فمن هي؟ هضبة عاشور. صح. ما هي الأشعة التي اكتشفها العالم بول فيلارد عام 1900؟ سينية. غلط. فنانة قامت بدور ميسة في فيلم الوتر، فمن هي؟ باص. في أي دولة أوروبية يوجد الاتحاد؟ ما لحقتش أكمل. هارد لك يا نور. إجابتين صح من 8. هارد لك. عايزين نشوف هاجر يا زياد وإيه اللي هيحصل. طبعا كان في أسئلة مش صعبة. كيف يعني؟ تحبي يا هاجر تعرفي ايه اللي حصل ولا لا؟ لا، مش عايزه تعرفي. طيب الاسئله مش صعبه، عايزه تركيز. تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هي اللغه الرسميه في دوله غينيا بيساو؟ فرنسيه. غلط. في اي قاره تقع سلسله جبال البرانس؟ اوروبا. صح. من هو ملحن اغنيه اهو ده اللي صار؟ محمد عبد الوهاب. غلط. إلى أي حضارة قديمة ينتمي الملك نبوخذ نصر الثاني؟ بابل. صح. كم عدد حروف كلمة الشجاعة؟ 7. صح. قطعة من أوروبا هي رواية الأديبة المصرية راحلة، فمن هي؟ رضا عاشور. صح. ما هي الأشعة التي اكتشفها العالم بول فيلارد عام 1900؟ جيما. صح. فنانة قامت بدور ميسة في فيلم الوتر، فمن هي؟ بس. في أي دولة أوروبية يوجد الاتحاد الدولي لكرة السلة؟ بس كم؟ 5. تعالي مكان. في أي دولة أوروبية يوجد الاتحاد الدولي لكرة السلة؟ الاتحادات بتبقى فين أغلبها؟ سويسرا. تمام. صح. تمام. بس كويس. تمام. 5 إجابات صحيحة، إجابتين بس من نور. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. ما هي اللغة الرسمية في دولة غينيا بيساو؟ كان احتلال ايه؟ برتغالي. برتغالي. تبقى اللغة الايه؟ البرتغالية. البرتغالية. من هو ملحن اغنية اهو ده اللي صار؟ مليك حمدي. سيد درويش. سيد درويش. شفتوا الاسئلة سهلة ازاي؟ فنانة قامت بدور ميسة في فيلم الوتر، فمن هي؟ غادة. غادة عادل. عادل. والسؤال التاسع انا جاوبت عليه. سويسرا. سويسرا. كلنا حي هاجر ونور، نور وهاجر. اتفضل. النتيجة اتغيرت. غيرت النتيجة. الحمد لله. كنت كام يا هاجر؟ ماينس 5. كنت ناقص 5. وخمس إجابات صح. 25. وعشر نقط هدية من نور. بقيته 30 عشان كنتوا ماينس 5. الشهيد سامي علي المنوفية كنتوا كام؟ 30 و10 نقط 40. ما زلتوا في المقدمة إن شاء الله، ولكن السكور قرب.
ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. أول اتنين هاجر ونورهان. نورهان وهاجر اتفضلوا. والسؤال الأول والهدف الأول، وهنشوف مين اللي هيخطف أول هدف. السؤال الأول، فنون، من هي الفنانة التي قامت بدور هند في فيلم أنت عمري؟ كان بطولة هاني سلامة ونيلي كريم، هشام سليم، رجاء الجداوي، وعبد الرحمن أبو زهرة. كان مين مع نيلي كريم؟ منة شلبي. هارلك تفضل. سلسبيل وندى، ولسه ما عندناش أهداف. السؤال التاني، جغرافيا، في أي قارة يقع نهر أراس؟ إجابتك أوروبا. أوروبا إجابة خاطئة. طول النهر 1070 كيلومتر. أمريكا الشمالية. أمريكا الشمالية إجابة خاطئة. بيصب في بحر قزوين. آسيا. بالظبط. عايز أقول لكم حاجة، لو أنتوا استنتوني في السؤال ده كنت اديتكم المعلومة، كنت جاوبته صح. هاردلك تفضلوا. بيمر بأربع دول، تركيا وأرمينيا وإيران وأذربيجان. نور وهاجر. هاجر ونور. قدرات ذهنية السؤال اللي جاي. السؤال التاني، حل مسألة الآتية، 90 في 60 على 40 يساوي كام؟ 90 في 60 على 40 يساوي كام؟ ثانية. 900. إجابة خاطئة. ملحقتيش. 135. 135 يعني كانت ممكن تتحل من غير ورقة وقلم. ما عندناش ولا هدف. يا نهار أبيض على اللي بيحصل. طيب ما عندناش ولا هدف، ولكن عندنا سؤال حاسم بخمسة وعشرين نقطة. حنين ومجدة، مجدة وحنين. سؤال الرابع، حدثت كارثة الضباب الدخاني الكبير بإحدى العواصم الأوروبية عام 1952، فما هي؟ بسأل على عاصمة أوروبية، مدينة الضباب، The Great Smoke of إيه؟ لندن. لندن الهدف الأول. أكبر تلوث هوائي في تاريخ أوروبا. اختلط بالضباب الطبيعي فالجو بقى سام. مات 4000 شخص في خلال أيام. علشان كده النهاردة الناس بتتكلم في الحفاظ على البيئة. يا سلام يا سلام، الشهيد اللواء أحمد عسكر ابتسمته تاني. الحمد لله. 55 والشهيد سامي علي المنوفية 40. وانتوا اتخضيتوا تاني، اتبدل الحال. ماتش النهاردة ماتش الحقيقة غريب، يعني هما الاتنين كان مفروض أداءهم في ماتش النهاردة يبقى أحسن من كده. أعتقد إن المباراة ما زالت في الملعب. إجابة صحيحة. كان في أسئلة كتير عارفين إجاباتها، لكن عدم التركيز هو اللي خلانا ما نجاوبهاش. بالنسبة لآخر سؤال في ضربات الجزاء كان حاطين أمل عليا، بس توتر لخبطتني عندي جدا. المدرسة اللي هتتأهل لدور 16 في رأيي الشخصي في موقف خطر جدا. التوتر أثر على فريقي بشكل كبير، وإن شاء الله ممكن نقدر نعوض في عجلة الحظ. نروح نشوف إيه اللي هيحصل مع آخر فقرة.
هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 140 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 190 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. الموسم ال 13 عباقرة المدارس ومباراة في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. الشهيد اللواء أحمد عسكر شمال سينا 55، الشهيد سامي علي المنوفية 40. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور ال 16، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. مريم عبد العزيز، أول سؤال اتفضلي. من مدرسة الشهيد سامي علي إبراهيم، وهنشوف موضوع السؤال ايه. شكرا يا مريم. سويتش، معلش يا مريم. مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر هيختاروا موضوع السؤال، تحبوا يتسألوا فيه؟ رياضة. الأربعة بيقولوا في نفس النفس الرياضة. يا ترى السؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 20. ينفع يبقى ب10 نقط؟ يا ريت. رياضة. والسؤال هو، من هي اللاعبة العربية الحاصلة على بطولة مدريد المفتوحة للتنس عام 2022؟ ميار الشريف. انت مستعجلة ليه؟ عندك 15 ثانية تقدروا تتناقشوا مع بعض. نور، إجابة خاطئة. أول عربية تفوز بالبطولة دي فازت في النهائي على الأمريكية جيسيكا بيجولا، كسبتها 2-1 في مجموعة الأشواط. في إجابة مش مصدق دي بقى مفاجأة، ده أنا قلت أسهل سؤال في الدنيا. بطلة تونسية مكسرة الدنيا، أنس جابر. أيوة يا حنين، أنس جابر العالم كله بيتكلم عنها، وصلت للتصنيف الثاني على العالم. السؤال الثاني، نورهان هاشم. نورهان هاشم تفضلي. قدرات ذهنية، يا ترى السؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ ب20 نقطة. قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل المسألة الآتية، 48 في 3 على 6 زائد 515 يساوي كام؟ 48 في 3 على 6 زائد 515 يساوي كام؟ 539. 539 إجابة صحيحة. هي الإجابة الصحيحة، ومتهيألي يا سلسبيل أنت حلتيها عشان فكرتي ثانيتين. متهيألي الشهيد اللواء أحمد عسكر شمال سينا 75، الشهيد سامي علي المنوفية 40. مريم أشرف، تفضل يا مريم. الشهيد سامي علي إبراهيم، ما عندكوش اختيار غير ان انتوا تجاوبوا السؤالين اللي جايين. جوكر، تعبوا تتسألوا فيه. قدرات ذهنية وجوكر. سؤال ب30 نقطة، لو الإجابة طارت المباراة اتحسمت. عندكم 15 ثانية ما تستعجلوش. قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل المسألة الآتية، 77 في 6 ناقص
410 على 5 يساوي كام؟ 77 في 6 ناقص 410 على 5. ندى 380 بعد 7 ثواني مستعجلة ليه؟ ما تفطرنيش. إجابة صحيحة. سبعين الشهيد سامي علي المنوفية، 75 الشهيد اللواء أحمد عسكر شمال سين. حنين شادي اتفضلي يا حنين. هدوم الجمهور فنون، سؤال في الفنون، لو الإجابة صح اتأهلتوا، لو الإجابة غلط فرصتكم الوحيدة ان انتوا تجاوبوا. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. النتيجة مش هتفرق لان عشرين زي تلاتين. السؤال الأخير واللي هيحدد مين اللي هيوصل لدور الستاشر فنون، والسؤال هو من هو الفنان الذي قام بدور شناوي في فيلم شبه منحرف؟ بطولة رامز جلال وزينة، حسن حسني وأدوارد ونشوى مصطفى. هاجر إجابتك. ماشي هقول ما أعرفش. غسان مطر؟ ما أعرفش. غسان مطر ما كانش في الفيلم ولا كان في الفيلم ولا؟ هاجر كمال، غسان مطر طبعا. إجابة صحيحة. يا نهار أبيض. الشهيد اللواء أحمد عسكر، ألف مبروك اتأهلتوا لدور الستاشر. الشهيد سامي علي المنوفية، 70 هارد لك. بصوا بقى، أنا مش هقدر أجاملكم وأقول لكم إن أنتوا تستحقوا الوصول لدور الستاشر، لا، أنتوا النهاردة ضيعتوا منكم فرص كتيرة جدا. كويس قوي إن أنتوا جيتوا وخدتوا التجربة، ولكن ده يثبت لكم إن الاشتراك لوحده مش كفاية إن الواحد يحس إن هو عمل اللي عليه، لا، الاشتراك محتاج تركيز، محتاج مجهود، محتاج ورشة عمل، محتاج حاجات كتير، محتاجين تستعدوا أكتر من كده، ولكن اسمكوا خطوا التجربة. نحيي كلية مدرسة الشهيد سامي علي إبراهيم. النهاردة عندنا اتنين أفضل لاعب في مدرسة الشهيد سامي علي، ندى أمين ونور أيمن. انتوا الاتنين كل واحدة فيكم جابت 40 نقطة، طبعا سكوركوا 70 لأن انتوا أصلا مفروض تكونوا 80، ولكن في الفقرة الأولى كان في ناقص 10 في سؤال العلوم. نور وندى نحييهم هما الاتنين. كده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 175 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 350 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 7,600,000 ألف جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. الشهيد اللواء أحمد عسكر شمال سين، ارجعوا استعدوا مظبوط علشان تعرفوا تكملوا في البطولة، أو على الأقل لو ما كملتوش ما يبقاش المستوى بتاع الفقرة الأولى والتانية والتالتة كده. كمل. أنتوا بتمثلوا محافظة غالية علينا كلنا، فأنا أحب شمال سينا لما تشارك يبقى المشاركة مشرفة. نحيي مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر شمال سينا.
وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.